مصر شهدت غزوات كثيرة جدا وشهدت حكام من بقاع الأرض. مشاركة المصريين في الحكم كيف كانت على مدار التاريخ؟ في فترة مصر القديمة، احنا الموسم الأولاني اللي هو بيتكلم عن مصر القديمة بيغطي حوالي تقريبا 20,000 سنة من تاريخ مصر، اللي هو بنرجع من قبل حتى عصر مصر القديمة بتاع عصر الأسرات قبليه، انه بنشوف كمان بدايات الحضارة والثقافة المصرية القديمة ازاي نشأت وازاي اتكونت. الناس دي هي اللي بدعت فكرة الحكم والحكومة، وان يكون في حاكم وملك، وان يكون في ضرائب، وان يكون في دستور وتشريع وما إلى ذلك. واستمرت الفترة دي لمدة حوالي 3000 سنة أو أكتر شوية، اللي هي عصر الأسرات، من الأسرة 1 لحد الأسرة 30، وانتهاء فترة حكم الأسرات بموت كليوباترا. ما بعد حكم كليوباترا ومن قبلها الحقيقة، لأن حتى كليوباترا الأسرة بتاعتها ما كانتش من أصول مصرية، هي أسرة مقدونية جت مع الإسكندر الأكبر. فابتداء من الأسرة 27، هل توقفت يعني جيدا عند كليوباترا على سبيل التحديد؟ كليوباترا كان ليها حلقة تقريبا لوحدها في الموسم الأول، هي آخر حلقة، وكنا وهي قصتها كاملة، ولكن أنا كنت في الحلقة بتاعت كليوباترا كنت متعمد إن احنا نركز على إظهار كليوباترا بشكل مختلف. فهي العالم النهاردة بيبص على كليوباترا إن هي كانت امرأة لعوب جذابة، كانت بتقع بالرجال كي تنول أغراضها السياسية، بس الأفلام السينمائية الأجنبية اللي قالت ده بالظبط، ولكن ده مش الواقع خالص. دي الرواية اللي اختلقها العدو، الرومان بعد ما قتلوها علشان يسيئوا ليها، لكنها كانت امرأة شديدة الذكاء ومثقفة إلى أقصى درجة ومتعلمة، تكلم 7 لغات، وكانت سياسية ماهرة وماكرة جدا جدا جدا. فدي ما كانتش جميلة يعني، حتى بال 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 افكارهم عن الجمال او افكارهم عن الجمال وقتها ما كانتش تعتبر امراه جذابه، ولكن اللي كان جذاب فيها هو علمها وشخصيتها، لانه كمان الرومان بالتحديد كانوا بينبهروا بيها او كانوا بيمقطوها، بسبب انه الرومان الستات كانوا عندهم بيتعاملوا معامله العبيد، وكليوباترا هنا في مصر كانت ملكة وحاكمه ومثقفه ومتعلمه، وهي التعليم والثقافه دي جالها من انها عايشه في مصر، لانها لو كانت اتولدت في مقدونيا ما كانتش هتتعلم. لكن هي علشان كانت موجودة في مصر كانت بتتعلم، لأن في مصر القديمة الست، أنا في معلومة بالنسبة لي بتبقى مبهرة إلى حد كبير، أنه المجتمعين الوحيدين في التاريخ البشرية كلهم اللي قدروا يحققوا المساواة حقيقية بين الرجل والمرأة هو المجتمع المصري القديم وأيسلندا. معرفش ليه أيسلندا الحقيقة، بس كان بحث كده كان مكتوب، هم دول المجتمعين الوحيدين في التاريخ اللي قدروا يحققوا المعادلة الصعبة دي بين المساواة بين الست والراجل. ففي مصر القديمة الست كانت بتطلق نفسها، كانت بتمتلك أراضي، بتشهد في المحكمة، يعني مواطن حقوق. بس ده شيء جميل الحقيقة، ده شيء يعني ده جزء أعتقد أنك لازم يعني تبرزه في عملك. برزناه في الموسم الأول بشكل كبير، لأن دور الستات في مصر القديمة كان دور مهم جدا وفعال جدا، لأنه كمان حتى احنا بننسى مثلا أنه في ملوك كتير اللي بيحكموا 60 سنة و50 سنة ومش عارف إيه، الملوك دي بيكونوا حوالي أول 15 أو أحيانا أكتر من كده وأقل من كده فترات من حكمهم بتبقى وهم أطفال. فمين كانوا اللي بيحكم وهم أطفال؟ أمهاتهم، الأم مثلا، الأم. لا احنا عارفين أنها كانت الأم. فالستات الحقيقة كانوا ليهم دور رهيب في مصر القديمة. خامس حاكم لأول دولة في التاريخ اللي هي مصر القديمة كانت امرأة. أي نعم كانت بتحكم من نيابة عن ابنها الرضيع، ولكنها حكمت لوحدها كملك. فدور الستات كان مهم جدا في مصر القديمة، وده اللي كنت حابب أبينه في الحلقة بتاعة كليوباترا بالتحديد. نرجع بقى لانتهاء دور المصريين في حكم مصر. ابتداء من الأسرة ما بعد الأسرة 27 28 29 30، فهي غزوات متتالية من فرس ومن الإسكندر الأكبر يليل البطالمة أو الأسرة المقدونية، وبعد كده بيدخل الرومان، بعد كده الرومان بيقعدوا معانا فترة طويلة جدا، وحتى احنا النهاردة بنقول العصر البيزنطي والعصر الروماني، ولكن هم في واقع الأمر هم نفس الشيء، هم البيزنطيين هم الرومان، ولكنهم الرومان بعد أن اعتنقوا الديانة المسيحية. أيوة. وغيروا مكان العاصمة من روما إلى إسطنبول، ولكن هم نفس الحكم، نفس الأشخاص.
مرورا بعد كده بدخول العرب، وكل دول مش مصريين. احنا قعدنا 2000 سنة ما بعد مصر القديمة من يحكمون أجانب، ومعظم الوقت حتى بيكونوا ما بيتكلموش اللغة اللي احنا بنتكلمها. يعني سواء في الفترة دي أو في الفترة دي بيكونوا ما بيعرفوش يتكلموا لغة أهل البلد. وبس ليه تاريخيا ما عندناش سبب واضح او ما عندناش دليل مادي واضح نقدر نمسكه ونقول احنا ما حكمناش او كنا معتزلين المشهد السياسي لهذه الاسباب؟ وحتى ليه مصر القديمه انتهت؟ ما فيش سبب معين، كلها بس كل الحضارات بتبدا وتنتهي. صح صح، ده حقيقي. ولكن ربما مصر القديمة كمان عاشت أكتر من كل الحضارات اللي كانت موجودة وأكتر من الحضارة اللي احنا فيها النهاردة دي. ولكن انتهاءها برضو لأنها كانت شيء ثابت وقوي جدا ومفعم بالعلم وبكل الموارد اللي تخليها بس تستمر. قطعا لها أب يعني لها عمر في النهاية. ولكن إيه هي الأسباب أو إيه هي العوامل اللي أدت للانهيار والنهاية؟ كلها أسئلة مطروحة للنقاش. أي حضارة بتبدأ قوية ثم تنتهي في النهاية. تنتهي في النهاية، ولكن دايما بيكون في سبب، يعني دايما بيكون في أسباب تؤدي إلى السقوط أو للانتهاء. في مصر القديمة الأسباب مش واضحة.